مرة السؤال يا بركان، بسم الله بسم الله بسم الله، وش أصعب موقف مر فيها بركان ولا ينساه في حياته؟ سؤال بسؤال، أصعب موقف أنت لحد الآن، يا الله، يعني لحد الآن ما تنساه جدا، يعني ايه، انا بقول لك، يوم من الايام انا وممثل اسمه عبد العزيز الفريحي، الله يذكره بالخير، مسافرين، حلو. الله يكرمكم ويكرمك ويكرم السامعين، دخلنا دورة مياه. حلو الو، هم قاعدين في المطار يصنعون يزينون شغلات في المطار هذا. دخلنا دورة مياه، انا دخلت دورة مياه. حلو فجأة نسمع صوت حليم. طبعا ترى ما كان في جوالات يعني، ما كان في تيك توك، التيك توك هو الفضيحة والله العظيم، ولا في جوالات، ما في، يلا على ايام هو البيجر. البرنامج نفسه هو اللي يفضحنا، ولا الباقيين كلنا مستورين والله لو فيه. طبعا انا سمعت الصوت، ولا صوت حليم، سواليف حليم. المطار الحمامات حقت الله يكرمك، هذا الباب في فتحة كذا مرفوع شوي، حلو وانزل اطالع من تحت كذا اخ اللي محمد، حليم. ايه، خلاص خبار داخل حليم انت الحين. انت وايك من تحت باب، ايه، لان دخلنا ده في صوت حليم تقدر تطلع. المهم هم انتظرنا، في الحمام، لا هم عند المغاسل، بس حنا دخلنا الحمامات. يلعن بليسك يا ملعون الجدف، راح انت وايك من تحت. ايه طالع، لانه انا داخل الحمام انا وعبد العزيز، يعني كل واحد داخل الحمام، بس يوم دخلنا الحمامات سمعنا صوت حليم. حمام نساء، اي، المهم انتظر انتظر عبد العزيز في الحمام اللي جنبي. اقول له عبد العزيز، كان شكلنا دخلنا حمام غلط او شيء في حريم. المهم حاولنا شوي، الرحله قربت، هذول صوت حريم، واحده تدخل واحده تخرج، نطلع يطقون الصياح، واو واو، ويتجمعون الرجال اللي في المطار كلهم، ويجونك المباحث، ويجوا العسكر، ويجينا ملازم ما انساه العتيبي، تدخل كله. قلت والله طالعوا الحمامات، يعني قال ايش يسوون في الحمام؟ اعترف جاك والله مخمس، لا، بيجي مخمس. قلت له يعني داخلين وحلنا، ترى يعني ما بين العشره يعرفنا واحد، احنا ممثلين تونا. جدد قال ايش يسوون في الحمامات؟ قلت يا اخي داخل الحمامات ايش بنسوي في الحمامات؟ يعني داخل الحمام، يعني كل واحد قال تستهبل انت وياه، يلا امشوا. وين؟ قال انزلوا تحت. نزلنا تحت، واللي يقول علي الطلاق بتركهم، واللي يقول قسما بالله لا اخذ حقه حق عيال. لا يعني ولي ولا يوم نزلنا قالوا ايش دخلكم حمام الحريم؟ قلنا والله ما نعرف، انا دخلنا ما في حتى لوحات يعني، لكن لما دخلنا الحمامات سكينا الابواب على انفسنا، فجاه سمعنا صوت حليم. لا، ولنا ما حوالي في ربع شعر، ساعه، ما في شعارات، ما هو كان في البلاط، شايلين البلاط وشايلين شغلات وشايلين كل شيء، في يعني ترميم في يرمم المطار، يرمم اي يرمم، ما في، وحنا داخلين سواليف. اي، بس يعني تخيل. والحمامات طيب، والحريم ذول اللي دخلوا منهم منه يا اخي مسافرات يا اخي من المطار، كنت داخل خارج لوحده، شو تقعد لامي انت؟ لا يعني، حد الحين يوم هم مبلغين، ولا انتم يوم دخلتوا جوا وكيف، وش اللي صار؟ احنا يوم دخلنا جوا، يوم انتظرنا ربع ساعة، انا عارف انك قاعد لا والله اسمع السالفه انا، يعني يوم وش قعدنا ربع هون ساعة يعني؟ تأخروا مرة، طلعنا، بس طلعنا في ثنتين صاح وصياح، المطار كله جاء عند الحمام. ايه ما صاح، الا انتم يعني داخلين، طيب انتم من دخلتوا جوا الحمام كيف كلمت خويك؟ ما اسمع الصوت يعني مثلا، عند هذا حمامات ترى حاطين زي الاخشاب، لا توقع حمامات مثل حماماتنا، جدار بلوكتين، حاطين عازل. انت ما عمرك سافرت دخلت حمامات المطار؟ اي مطار انت تبي، هو المطار القديم ولا المطار الجديد؟ آه لا، انا ترى كذاب، اكذب عليك، كذاب. ترفع ضغطي، ترفع ضغطي، انا كذاب. انا مره صار علي موقف يا ابو ركان، ما بسمع، ما بسمع. أم خليني أكمل لك السالفة. طيب، يلا كمل. أيوة، المهم نزلنا تحت، عاد قلنا له احنا ممثلين، الضابط ما عرف أمنا أصلا، قلنا له احنا ممثلين، طيب وقمنا انت نذكره. ممثل، ليش انت استغلت السلطه حقت التمثيل؟
رشوة يعني. يعني انت تمشي اذا سويت غلط يا فايز الزمالك، هل انت تجي تقول مثلا، وهذا انت قدوة يتابعك الكبير والصغير، وجدتي الله يرحمها كانت تتابعك وماتت الله يرحمها، الله فانت كذا يرحمه. قاعد تستغل يعني، يعني نص جمهورك ميت الحين قاعد اقول عرفت، قاعد تستغل الاشياء هذه انك انت ممثل، خف علينا يا النقيب. ايش دخل النقيب في التمثيل الله ينعلك؟ اي ما ادري يعني، جايب لي معك الممثل، وش هو الممثل؟ تبغاني اكمل ولا ما اكمل؟ عشان بس كمل يلا كمل يلا اوكي، بس ما كذا على توقعتك الممثلين تستغل طلع لنا في مسلسل الوهم، طال عمرك هذا مدمن مخدرات وانا كنت اخوه، وعرفنا حتى وش دخل؟ قلنا والله ما درينا ولا نعرف اي ليش ما شيء. قلت طيب انت غبي، لو انك احنا نمثل مسلسل صادوه ابرك لك يعني، ما الصدمه، برنامج الصدمه